أنا بلقيس and welcome to my YouTube channel. كملين اليوم مع Bloodborne. أهم إشي بفيديو اليوم إنه نخلص من البلود ستارف بيست على الأهلي. كيف يعني على الأهلي؟ على الأهلي. قبل يومين حاولت أذبحه 3 مرات يمكن ذبحني. كل إشي خلص. الفاير بيبر، المولوتوف، والمشكلة إنه بيموت قبل ما يعني حياته بضل فيها يدوب وبيموت. فبلشت اكره اللعبه فقلت لا خليني استنى يومين لانه حرام اللعبه كتير حلوه. المشكله انه مش كتير صعب بس خلص من كتر ما عدهت صار عله صار زي مستوك عنده. المهم هدفنا اليوم البلود ستار بيست وكمان الباب اللي راح يفتحه بلود كاثيدرال. ما بعرف صراحه كتير شو بدنا نعمله اليوم لانه هدفي الرئيسي كل اللي عم بفكر فيه انه نخلص من البلود ستار بيست. مشان هيك اذا عجبكم فيديو اليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ونكملين. تمام هلأ بعرفش بالمرة الماضية وين وقفنا بس بالمرة بس هاي المرة وين هدول دقيقة خلينا ندور عليها. عملت أبجريد للحياة للإندورنس وكمان عملت أبجريد ل خلص يلا فرجيني أفرجيكم الستاكس اللي عندي هلأ للحياة للإندورنس للسترينج للسكيل كله هذا عملت له أبجريد إذا لاحظتوا صرت 38 وكمان عملت باي خلص عملت ابجريد لهدول عملت فورتيفاي للسو سبير وللستيك درايفر لقيت هذا الرايفل سبير مكان ما لقيت هاي اللبسه صح نسيت بجيكم لبسه اسمعوا ما حدا يحكي لي مش لبسه والله لبسه وبعدين شوفوا الرفلز اللي ورا المهم لقيت هاي اللبسه بتعرفوا وين اذا بتتذكروا اللي حاربناه اللي وقع تحت كان في واحد ثاني هناك كان في درج وانا بعمل فورمينج فلقيت فيه هاي اللبسه وكمان السلاح هذا عمل لقيناه من اللي وقع نفسه ما غيره اللي كان فوق. شو كمان؟ افرجيكم البلود جيمز حطيت عليه هاي والريد بلود جيم تاعت البنت طبعا اللي اعطتنا اياها او مش اللي اعطتنا اياها تاعت ام البنت وهذا بالمره حطيت عليه كمان لانه ممكن استعمله وبس عملنا فورتيفاي عملنا كل شيء بس خلينا نشوف اذا بده ريبيت تمام. وعملت فارمينج ممتاز فالحمد لله. هلا البلود ستارف بيست يلي حاولت اذبحه يمكن 3 مرات ما معي اشي طبعا بس انه حاولت اشتري هاي مش هاي حاولت اشتري هدول 5 الحمد لله معنا ومعنا مولوتوف وبس رح اضطر اعمل فيسرال اتاك ما في الا فيسرال اتاك اوكي وصلنا اسمعوا علمي بتعرف شو يعني علمي خلينا نجرب هاي عليه وهي البنجنت بلود هلا بدي اجرب اخذ من البيست بلود باليت لانه على اغلب ساعدوني المره الماضيه وبعدين نرمي هاي بسم الله خلينا نجرب شو ورانا اوكي خذيها بنجنت بلود المشكلة انه المرة الماضية كان عندي 4 انسايتس واستعملتهم 3 منهم عشان اجيب بنجنت بلود على اساس انه خلص خلص هاي المرة بخلص منه وزي ما انتم شايفين بتعرفوا شو نسيت استعمل نسيت استعمل الفليم ثرور يا رب هاي المرة تمشي جد والله وخلص مش عارف شو اسوي
من ورا ورا. واخيرا اقسم بالله علي، بتعرف شو يعني علي؟ المشكله الحمد لله بتعرفوا انه ما معنا ولا انتيدوت. يلا ما معنا ولا انتيدوت الحمد لله يا رب. نشوف ايش عنا. أخيراً، أوكي، شوف إيش علني الحمد لله وأخيراً خلص بكفي، إلا ما يكون في إشي هون صح؟ هاي، أوكي تمام،
خلينا نحطها هون لأنه ما معنا أنتيدوت. أوكي خلص خلينا نرجع للهانترز دريم نصرف الجائزة تبعتنا. أوكي إيش نعدل؟ استنوا خلينا نشوف إذا جيرمان رجع أول. بس هيو والله كنا فاقدينك. The healing church and the blood ministers who belong to it. مبسوطة بسم الله خلصنا منه. In the times of the hunter Ludwig. Ludwig. They worked and forged weapons in their unique workshop. Today, most ministers don't recall the hunters, but they have much to offer you. And so, heed the message of your forebears. Ascend to Arden Chapel. Okay. نعرف شو Arden Chapel. والله إنه ابن حلال بضل يساعدنا. خلينا نشوف. Repair. Yes. كنت بدي أبدل الجيمز بصراحة هيك أحسن. الجيمز زي ما هم هيك أحسن كتير. فخليهم زي ما هم. بس بتذكر إنه عندي بالستورج في أنتيدوت الحمد لله. أعطني يا مهمي خرب بيت وخلص كل اللي عنا أقسم بالله. بس والله أعطانا 13,000 كويسة. خلينا نشوف إيش بنقدر نشتري. أقولكم قبل ما نشتري خليني أعدل على الحياة. Very well, let me... تمام عدلنا على الحياة. وبعدين خلينا نشتري مولوتوف ولا ايش نشتري؟ اوكي خلينا نشتري تنتين مولوتوف. استنوا هو اعطانا اشي هو اللي تشالز او اشي زي هيك صح؟ وينها؟ هيا لا بتعرفوا انه لازم نستعملها فاستنوا ابيع اشي. استعجلت اقسم بالله. تمام استعجلت بنقدر نستعملهم هون بس مش عارفه وين. خلينا نجرب. في لازم نعمل اشي بالهانتر دريم بس مش عارفه انه واحد فيهم. نجرب. Yes. Your ritual is finished and shall rest upon your body. Now explore the dungeon. Okay, نقدر نعمل remove. And erase. Okay. لا ما بدنا نعمل erase. هلا مبدئيا رح نرجع له. خليني بس اروح على الباب اللي انفتح من ورا ال يا الله مش مصدقة اقسم بالله واخيرا خلصنا خرب بيته. اوكي هلا هيك الواحد بكمل براحته حاسة بشعور هيك accomplished. قبل ما انسى دي وانا بعمل farming شفت هون احذروا مين. Oh, hello there. Perfect timing. I must warn you not to go near the tomb below Arden Chapel. Henrik, an old hunter. طبعا انا ضليتني امر من جنبها وما احكيش معها عشان خفت ينحرق علينا شيء من هذول. اوكي اذا شفناه تمام. Don't go near the tomb below Arden Chapel in the I have business there first. Okay. بما انه حكت لنا ما نروح فشو بنعمل؟ بنروح. هي قالت لنا ما نروح بس انا مبدئيا بدي اعرف ايش في تحت.
لأنه أصلاً غير ما حكينا نروح، فخلينا نروح زمان ما يجينا هون. يا الله بتذكر لما خلصنا من جاسكوين، ما بتذكر إنه كان في ناس. أوكي إيش في إشي هون ما عملنا؟ لا ما حكينا إيش؟ لا ما حكيت لنا ما نذبحه. ألو استنوا خلينا نرجع فوق. باي باي. باي. ايش اساعدها؟ خل ساعدها. وانا مدت ايش هسه بصير؟ والله انا على الاغلب نرجع نلاقيها واقفه تحت، اكيد مستحيل ما يفكروا فيها. طب استنى نشوفها هون اول. لا مش هون، معناته تحت، مستحيل ما تكون تحت. عاد انا زي هيك اجيت بدي اهرب لفوق بعدين اجت. الله ستر. يا رب تكون موجوده، يا رب تكون موجوده، يا رب تكون موجوده. لا هاي 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 الحمد لله. That wasn't necessary of you. But you have my thanks. We made it with our lives. You're not bad at all. لا بس متنا. You must have killed Gascoigne as well then. نعم خلصنا منه هذاك. He was falling apart. I'm sure it had to be done. But try to keep your hands clean. A hunter should hunt beasts. Leave the hunting of hunters to me. هي صادقة صراحة. استنوا نحكي معها كمان مرة. Try to keep your hands clean. Leave the hunting of hunters to me. تمام. أخذنا رون، أول مرة بناخذ رون. هذا بقدر استعمله ولا كيف؟ خلينا نرجع على الهانتر ستريم. تمام هلا. كيف ممكن نستعملها؟ use more blood echoes nice، بس ما بعرفش كيف ممكن نستعملها. على الاغلب لازم نكون اعلى يمكن احنا. ما علينا. بتعرفوا شو نسيت؟ نسيت انه البلود ايكوز تحت ضلوا. فخلينا نروح نجيب البلود ايكوز. شنو هون؟ حلو منيح اللي موجودة والله. أنا إنه بتفرج إنه طيب بعدين مستحيل يعيدونا إياها، فالحمد لله إنهم مفكرين فيها ومخلينها واقفة زي كيف لما وقع هداك. منيح رجعنا لقينا أغراضه. شفتي البلود ايكوز تعاوننا؟ أيوة 200. لو تركنا لهم اياهم احسن. اكيد راح علينا على فكره من ورا الهنتر اللي ذبحناه، بس لانه متنا معاه فما استفدنا. خلينا نرجع. طبعا اكيد مش حرد عليها لما اشوف هنتر. يعني مش حستناهم. بسم الله لاني سامع الصوت فوق. نايس مكان جديد. مالو هاد؟ خرب بيتك. هاي تاني رون، بس كيف بدي استعمله؟ بس لازم اكتشف. اوكي بسم الله. اهلا يا
in Sodor Tinen. شايفين حياتي؟ من امتى؟ فرصة من متى دايرة وحياتي هيك؟ ايوه ايوه بيعدونا من تحت من اودن شابل. راح اضطر ارجع للهانترز دريم ونرجع على الاولد كاتيدرال عشان ما يضلوا كل ما نخسر من يرجعونا من هناك. هيك اريح. لا اظن كان معنا الف ايكو مش مشكلة بس لازم نزلناها نسيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. نزليه تماما نسيت إنه فاضي تماما. خرب بيتك ليش الوحيد منه إنه بيعطينا سيلفر بوليتس. هلا نطلع على اللي فوق. فكرته مات. هذا كان دائما يزبط معه الفيزر الاتاك فجأة بطل يزبط معه ولا اشي. نايس كويسة. خلينا بس نكمل نشوف ايش في هون. هدوء مش عاجبني كالعادة. اوكي بتلف تمام. خلينا نطلع فوق. استنوا شوفوا الفيو. أنا ما انتبهت. يا تصوروا لو يعملوا لها ريماستر تطلع اللعبة خرافية. على فكرة شوفوا السماء. واو جد ما شاء الله جد. اوكي خلينا نطلع نشوف ذبحة البلود ستارف بيس مستاهلة ولا لا. خلينا نخلص اللي برا بعدين بنفوت جوا. حلو. بس نشوف الجهة الثانية بسرعة. The sky and the cosmos are one. بسم الله نشوف جوا. هذاك أبو كرسي صح؟ you
نار كمان الأخضر، لأنه ما بيكفي رشاش أوتوماتيك. لا راح ما يروح علينا على فكرة، ما انتبهت عليه. هذا هانتر باد أعتقد هلا بنقدر نشتري تعال الدولات. بسم الله لورد. كثير مش مستاهل، ولا مرة كسرت طلع لي اشي صراحة. اوكي اخذنا البادج واعتقد هيك تمام، وانا ما في اشي تاني ان شاء الله. في اسانسير، في اسانسير، في سلم فكرت. خلينا ننزل تحت. الاغلب انه الطابق اول واحد فتنا فيه ما رحنا لا يمين ولا شمال، فخلينا ننزل. إن شاء الله تلففنا على كل المكان. إيه. توين بلود شاردز، هلا بنقدر نعمل أبجريد زيادة، بس وين نزلنا؟ ننزل واحدة واحدة. بسم الله. ايه فيش بالمع شوي شوي رحت مواع. ايه طائية تمام. ننزل. سامع صوت حدا تحت على فكرة. في باب. كيف تنزل له هذا؟ استنوا. عالفاضي. في باب بس كيف بدي اوصل له؟ هالمرة خلينا ننزل فورا. تعرفوا منيح اني لحقنا هذا الاشي الصغير، ولا ما اعتقد اني كان ممكن انزل هون صراحة. اوكي كيف هلا ننزل؟ بسم الله. لا 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 يا رب لا. وين البلود ايكوز؟ طيب شو ممكن نعمل هلا؟ ايش في؟ نجرب اشي تاني مثلا من هون. في اشي تحت؟ لا 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 لا. هي الباب عشمال.
حطونا البلود ايكورز فوق عشان ايش؟ عارفين العناء. طيب خلينا نشوف بس اذا هاي بقدر انزل عليها من هون. بسم الله. طيب لو عملت زي هيك. ايوه الحمد لله تمام. وينه هلا؟ هيو يا رب اوبن. المهم مش خسارة. يلا بسم الله. دقيقة بالهانترز دريم احنا، بس ليش اسمها اولد شوب؟ ايه وين ال لبس الدول معنا صار؟ وينها هي؟ ايش في؟ مين هدول؟ سمعين الصوت؟ The third of umbilical cord. هو مش استنوا شوي، مش جيرمان حكى لنا عن abandoned workshop؟ كله غير، نفس المنطقة بس كله غير. أنا شو كان حواليه هناك؟ بتذكر ما كان حواليه عمارات صح؟ استنى، خلينا نشوف ايش الفرق هنا. غريب. بعدين هديك ميتة الدول. Wait under stream. شايفين؟ هون ما في إشي. هنا كان عمارات وعادي. هون غير. استنى. لو تعرفي شو شوفنا. What is it you did? نعطيها. What? What is this? ما بعرف. I can't remember. Not a thing, only I feel a yearning, something I never felt before. What's happening to me? Tell me, Hunter, could this be joy? Oh, how. عطتنا تيرستون. بس نحكي مع جيرمان. وينك انت لما بدنا اياك مش موجود؟ دقيقة اللي عطتنا اياها على الاغلب زي ام البنت. اوكي خلينا نعدل على السلاح. بس ضعيفة مش كتير قوية. اوكي اللي معنا احسن فخلي اللي معنا. اوكي اعتقد هيك بكفي الفيديو اليوم. ساعدنا ايلين ذا كرو ورحنا خلصنا من البلود ستار بيست واخيرا هاي لحاله اكمبلشمنت كفاية. شفنا مكان اللي اسمه اولد هانترز وركشوب. لهلا مش فاهمة شو السلافة، بس بما انه هذا هانترز دريم معناته هذا دريم لحدا وعلى الاغلب لجيرمان، لانه هو اظن حكى لنا انه يور ان ماي دريم، او هي دول بتذكر اول اللعبة حكت لنا انه يور ان جيرمانز دريم. فبس بالفيديو جاي ان شاء الله. ولازم نشوف هذا الاشي كمان عملناه الهولي تشالس. هلا بالفيديو الجاي لازم نروح نكمل لتحت، بس لازم الاقي طريقة انزل شوي شوي وبس. نكمل الفيديو الجاي. باي جايز.